أنا زعلان منك يا علوي بيه. تبعت لي محامية تبلغ عني النيابة، ولما تزنق فيك ما تحضرش معايا التحقيق. ما أنا بعت لك زميل قام بالواجب وزيادة. لكن تفتكر وكيل النيابة هيقتنع بكلام الأستاذ يا علوي بيه؟ مش هيلاقي ثغرة واحدة في الدفاع ما تخلوش يقتنع. الغفير اللي في الأرض باعلوك الأرض على أساس إن وكيل ورث الشرعيين، وقدم بطاقة مزورة تثبت ده، وأنتم بحسن نية اشتريتم وسجلتم وبعتم، وزيادة بحسن نية عينتوا غفير على الأرض. أما لو نفذت من القضية دي يا علوي بيه هيكون لك أتعاب كبيرة قوي. وأنا من إمتى بتكلم معاك على أتعاب؟ أنا بقوم بواجبي في حدود المستندات اللي قدامي. أما تقدير مجهودي ده فبسيبه للعميل، وأنا كل عملائي ناس أفضل زيك يا سلمون. بصراحة بقى يا علوي بيه أنا مفقوع من اللي اسمها مديحة دي، ومناية تسيبنا انتقم منها. مديحة لسه شباب، لسه ما تعرفش الدنيا، بكرة الزمن يعلمها وحتندم على حاجات بتعملها. عارف يا دكتور، بالرغم من كل الخلافات اللي بيننا، وبالرغم انه مفيش مرة تقابلنا الا وانتهت المقابلة بصدام او تحدي، الا اني ما اقدرش امنع نفسي من اعجابي بيك. تصرفاتك، طريقة تفكيرك، شخصيتك. صدقني يا دكتور، انا حقيقي احترمت فيك اعتزازك بنفسك وثقتك برأيك. يا فندم انا اسف لاني مش قادر اقنعك بوجهة نظري في الموضوع، فياريت نناقشه مرة تانية وتالتة لحد ما تقتنع. ما هو حتى لو اقتنعت بصفتي الشخصية ما اقدرش اقتنع بصفتي مندوبة الشركة اللي بشتغل فيها. دكتور انا مجبرة على اداء التجربة ومش مستعدة استقيل من وظيفتي. يا فندم باحثة لها مؤهلاتك العلمية هتلاقي لها مكان في اي شركة تانية. انت بتقول كده عشان مش عارف نظام الشركات اللي عندنا يا دكتور. عارف لو انا سبت الشركة اللي انا بشتغل فيها مفيش اي شركة تانية هتقبل تشغلني عندها، لانها هتخاف من الشركة اللي انا سبتها. يا للدرجة دي شركة كبيرة؟ هي مجموعة شركات مندمجة في بعضها وواخدة صفة الدولية. يعني عندك مثلا المعامل في بروكسل، مصنع الادوية في برلين، مصنع الاجهزة الطبية والتعويضية في لندن، المركز الرئيسي بقى في نيويورك. دي عصبة امم مش مجموعة شركات. هي فعلا كده. تصور دي بتشغل عندها علماء ودكاترة من كل الجنسيات. طب شيء ظريف قوي انك انت يعني بتشتغلي في شركة كبيرة زي دي. لا هي مجرد صدفة، اصل بابا عضو مجلس ادارة فيها. عشان كده قبلت انك تسافري في مهمة غير سليمة، اقصد التجربة. لا ابدا، انا قبلت لسبب تاني خالص. عارف انا سافرت كتير قوي يا دكتور، ولفيت واتفرجت على بلاد كتير قوي، كان ناقصني ارجع واشوف مصر ام الدنيا، لان مصريه من ناحيه والدي، ورغم كده ما عرفتش حاجه عن مصر غير من الكتب، اهرامات، ابو الهول، الاثار، النيل. على فكره كان نفسي اشرب يوم من الايام من ميه النيل. بيقولوا اللي يشرب من ميه النيل لازم يرجع له تاني كده. بالصوره اللي حاصله في الوحده حتى الرحله يا دكتور مش هقدر اكملها. احنا هنرجع لموضوع البحث تاني. لا 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 ما تخافش، انا جاي المره دي اقول لك انه البحث مش هكمله وهقطع رحلتي واسافر عشان مش لاقي تعاون منك. حضرتك تقدري تكملي البحث في اي وحده تانيه لو الوزاره وافقت بعد التقرير اللي انا هبعته. دكتور محمد واجبك واعمله، انا ما اقدرش امنعك من تأدية واجبك، بس حقيقي صعبان عليا ابقى على خلاف مع انسان صادق زيك، رغم اننا اتفقنا على ابعاد المشكله ووجهه نظر كل واحد فينا. دكتور انا يسعدني انك تقبل صداقتي على الاقل الفتره اللي انا بقيالي في مصر. حقيقي هكون سعيده بيها. فندم انا مش عارف اقول لك ايه. ايه حتى صداقتي رافضها؟ فندم العفو، انا يبقى لي مزيد الشرف. على فكره انا زرت اكتر الاماكن الاثريه اللي موجوده في مصر، تنصحني ابتدي بايه بعد كده؟ في معالم سياحيه كتير في القاهره ده غير الاقصر واسوان. يعني تنصحني اتفق مع شركه سياحيه ولا اخد معلوماتي منين؟ الافضل ان حضرتك تتفقي مع شركه سياحيه.
زرت الأماكن دي أنت قبل كده؟ يعني زرت معظمها تقريبا. مبدئيا أنا هاخد معلوماتي منك عن أغلب الأماكن دي. الأفضل حضرتك تتفقي مع شركة سياحية عن طريق الأوتيل. ده رأيك؟ أيوة. أنا خايفة حد يشوف محمد لو عارف إني خرجت معاك ولا قبلت عزومتك هيزعل مني قوي. أولا أنت مش قاعدة مع واحد غريب عنك يا نوال، أنا طلبتك رسم من أخوك وقرينا مع بعض الفتحة. بس ما كانش صح. ثانيا أنت بنفسك طلبت إن احنا نقعد نتكلم مع بعض في المدرسة مش في كازينو. يلا نقوم بقى يا ست. عودي طب نشرب حاجة، الجرسون يشوفنا يقول إيه، مزوغين من الطلبات. طب اديله حساب 2 ليمون ونقوم على طول. طب نشربهم الأول. نشربهم يا حمدي. 2 ليمون لو سمحت. بس بسرعة لو سمحت. اتكلم بقى، أنت مش قلت احنا جينا عشان نتكلم؟ ما تتصوريش سعادتي قد إيه اليومين دول، حلمين من أهم أحلام حياتي اتحققوا في أسبوع. نوال، نوال أنا بحبك من أول يوم جيت في المدرسة، حاولت ألمحلك وانقلك ده لكن للأسف كنت بتهربي مني. أنا؟ لا والله ما كنت فاهمة. تصورت إنك مش مقتنعة بظروفي المادية، طلبت إعارة عشان أكون نفسي وأليق بيها، والحمد لله اتحقق حلم الإعارة واتحقق معاه أحلى حلم في حياتي إنك تبقي خطيبتي يا نوال. إحنا لسه ما بقيناش رسم. هنعيده من الأول. هتبقي يا ست. اديله الحساب على طول. يا ترى بتحبيني زي ما بحبك؟ حمدي ايه الكلمه دي؟ ما انا عايز اسمعها منك. بتحبيني زي ما بحبك يا نوال؟ انت عارف اني بعزك وبحترمك كزميل. بس لا يعني قصدي الحب ده بيجي بالعشره، مع ان يعني هي فين العشره دي وانت مسافر بعد كام يوم. طب ايه رايك ما نتقابل كل يوم طول المده اللي فاضله على السفر، خدي اجازه من المدرسه نقضي طول النهار مع بعض. يا سلام، مفيش بيت واخوات مسؤولين مني. اللي رايحك يا نوال. ممكن تقبلي مني الهديه دي؟ الله حلو قوي، بس مش هقدر البسه عشان اخواتي لو سالوني اقول لهم جايباه منين. قولي لهم حمدي خطيبي جابولي هديه، وان شاء الله هتبقي تفتكريني بيه وانا في الغربه. يا نوال ايه دول؟ استمارات لالتحاق بالمدينه الجامعيه. وانا مالي بالمدينه الجامعيه؟ هاتم ليهم وتسيبهم لي اقدمهم. انت بتتصرفي في حياتي وكانها كشكول من كشاكيلك. انا قلت لك هقف جنبك لان انا سبب في ازمتك دي، وفكرت ولقيت ان ده الحل الوحيد عشان تتفرغ لدراستك. انت السنه دي في الليسانس. متشكر، انا عارف مصلحتك كويس ومش محتاج حد يفتي فيها. بلاش عناد يا فؤاد، انا عارفه وحاسه كويس قوي ظروفك الماديه والحياه اللي انت عايشها. لازم تنسى خالص انت هتاكل ايه وهتاكل منين وهتلبس ايه ومين هيكوي لك هدومك. اكيد الحاجات دي بتاخد منك وقت كتير قوي، لو رحت المدينه الجامعيه هتوفر الوقت ده للمذاكره. مش ممكن هيقبلوني واحنا بقينا في نص السنه. انا كلمت الدكتور حسام المسؤول عن مشاكل الطلبه، وهو اتصل بالمدينه ولحسن حظك لقالك مكان، لان في طالب اتنقل جامعه اسيوط وانت هتاخد مكان. يعني عملت لي فضيحه حضرتك. خدت وعد من الدكتور حسام ان الموضوع ده يفضل سر بيننا احنا الثلاثه. مش همضي يا سام. خلاص خليهم معاك، ولما تبقى تمضيهم ابهتهم لي. افرضي انهم 52 مش 32، ده خليك تعمل الفضيحه اللي انت عملتيها دي يا عدوله. انت جرى لعقلك حاجه يا راجل؟ 10 جنيه تذاكر سينما، 3 جنيه تاكسيات، 32 جنيه مطعم. تقدر تقول لي الفلوس دي انت بتجيبها منين؟ ايه المهم، انت مش اتبسطتي من السهره يا عدوله؟ ما تدوكش في الكلام يا عدو، بتجيب الفلوس دي منين؟ يا سلام عليك، لما تركبي دماغك، ده حافز انتاج كنت مدكنه منك. هو انت كل ساعه والتانيه تصرف مبلغ على الفاضي وتقول له مدكنه منك؟ خلاص اتعودت على التدكين يا عبدو. عدوله بقى بينكذب عليها على طول كده. يا عدوله ما تظلمنيش، انا عايزك تكوني سعيده. وانا هفضل طول عمري تعيسه لحد ما اعرف الفلوس دي انت بتجيبها منين، ومش هقعد معاك في اوضه واحده، انا هروح اقعد مع العيال وهاخد الراديو معايا عشان تقعد لوحدك كده. انت لسه صاحي يا بابا؟ وانت رايح فين يا حماده؟ رايح عشا.
تعال يا حماد. قول لي يا حبيبي، انت مبسوط من الفسحه بتاع الليله دي؟ قوي قوي يا بابا. تحب انها تتكرر كتير؟ يا ريت يا بابا، ده احنا كنا نبقى عايشين في الجنه. يا سلام يا حبيبي، انا كل همني سعادتك انت واختك. اوعدك انها هتتكرر كتير قوي. هي الدكتوره نوره مش ناويه تروح ولا ايه؟ واروح ليه؟ يعني الانسان هيروح ليه؟ يتغدى، يستريح، لو وراه مشوار يعمله يعني. واذا كنت مش عايز اعمل اي حاجه من دول؟ لا ده بقى يبقى موقف بقى دكتوره. لا ده يبقى ملل. اصلا انت يا دكتور ما جربتش الاحساس بالوحده والغربه. الغربه في بلدك يا دكتوره. بلدي؟ ما تنساش ان انا سبتها من وانا عندي 10 سنين، يعني ما اعرفش عنها اي حاجه غير من الكتب اللي انا قريتها. بلاش الغربه، الاحساس بالوحده والفراغ قاتل يا دكتور. تقدر تقول لي انا بعمل ايه طول النهار؟ انا تحولت فجاه من انسانه تشتغل 8 ساعات في اليوم لانسانه متعطله عن الشغل طول النهار، والبركه طبعا في سيادتك. ده انا حتى بعد ما اروح من هنا محبوسه في اوضه في اوتيل، لا اعرف حد ولا اي مكان اروح. يعني انا كنت فاهم غير كده خالص. طبعا، لانك ما بتهتمش غير بنفسك ومشاكلك الشخصيه. لا بقى دكتوره مالكيش حق، ده انا الانسان الوحيد في العالم اللي لا يوجه لي هذا الاتهام. ازاي؟ ده انا حاولت اكتر من مره افهمك احتياجي لزميل، لصديق اخرج معاه، اعمل اي حاجه، ما حاولتش تفهم يا دكتور. ده انا بقالي اسبوع واكتر بتغدى مع الممرضات والعيانين في المستشفى لاني زهقت من الاكل لوحدي. يعني انا تصورت انه مظهر من مظاهر التواضع. تواضع؟ ترضى تقول مظهر من مظاهر الوحده، الملل؟ دكتور محمد ممكن نتغدى مع بعض؟ اي هو ممكن، بس اصل انا عازمك على الغدا، ممكن؟ يعني انا مش رافض، بس اصل المشكله ان انا اخوات البنات بيستنوني، لازم يستنوني على الغدا، ومش ممكن ياكلوا لوحدهم ابدا مهما كانت ظروفهم. يا سلام، وافرض انت عندك ظرف؟ بلاش انت، افرض اي واحده فيهم عندها ظرف في شغلها في دراستها، تتصرفوا ازاي؟ اصل الحقيقه ده تقليد ماشيين عليه من ايام والدي ووالدتي الله يرحمهم. عمرنا ما سالنا نفسنا السؤال ده ابدا. اي واحد فينا مهما كانت ظروفه، لو عنده شغل وعنده دراسه لازم يجي البيت الاول في ميعاد الغدا، وبعدين يبقى ينزل على شغله. لا بقى، ده يبقى تعذيب مش تقليد، لان المفروض كل واحد يبقى حر في تصرفاته في حياته الخاصه من غير ما يكون مرتبط باي نظام او تقليد، مش لازم يبقى عبد له. وبعدين هقول لك حاجه، ممكن يبقى متمسك ببعض التقاليد مثلا زي الاكل الجماعي، وده برضو ممكن يبقى في الويك اند او في الاجازه الاسبوعيه بس. طيب احنا ممكن نمشي دلوقتي ونبقى نتكلم في السكه؟ لا بس انا عازمك على الغدا ومصممه على العزومه. طيب اخوات البنات اقول لهم ايه؟ سلام، قول لهم اللي حصل بالظبط وبلغهم اعتذاري اني خدتك منهم النهارده. طيب اتفضلي. مش ممكن محمد يتاخر للساعه 5، اكيد في ظروف غير عاديه، لازم نعمل حاجه، لازم نتصرف. اللي يشغل اكتر اني لما سالت عليه في التليفون في الوحده قالوا لي انه ماشي. انا خايف يكون حصل حاجه في السكه. ايه شغل الفزع اللي انتوا عاملينه ده؟ ادوني فرصه افكر وانتوا كمان فكروا هنسال عليه فين. حد يعرف بيت زميله الدكتور حلمي؟ ابي محمد عمره ما اتعود انه يزور حد من زمايله الظهر كده. انا هخلي ابله مديحه تبلغ البوليس وتسال عليه في المستشفيات والاقسام. لا انا هنزل واجيب اعتدال ورجاء، هم اللي يدوروا معاه. يا جماعه انا مرايي نستنى شويه قبل ما نقلب الدنيا. عندك حل تاني غير اللي انا قلته؟ لا. يبقى خلاص ادي خبر لاخواتك. وانا حد يخبر لابله مديحه. ابي محمد اتاخرت كده ليه يا ابي؟ سلمت عليك يا ابي، معقول التاخير ده؟ ارجوك لما تبقى ناوي تتاخر تبقى تدينا خبر. عندكم حق، انا حاولت اتصل بيك وعند الجيران ما عرفتش. كده يبقى الاول مره بتتاخر على ميعاد المستوصف. لا مش ممكن، ده انا بس جاي اطمن عليكم وهنزل على طول. كمان يعني مش هتنام شويه زي عوايدك؟ طب والعيانين اللي في المستوصف
معلش اهو يوم نستحمله ويعدي. ما تتصورش حالتك كان شكلها ايه واحنا محتارين نسال عليك مين ولا نتصرف ازاي. يا ترى نبلغ بوليس النجدة ولا بعد شهر نسال المستشفيات والانسان؟ كنا هنتجنن يا محمد. انا اسف وغلطان ومستعد ابوس راسكم كل واحده فيكم، بس الاول تعرفوا سبب التاخير عشان تعذروني. ما احنا ما قلناش حاجه يا بيه. ما هو اكيد سبب مهم. انا اتورطت في عزومة غدا مع الدكتورة نورة. ايه؟ عزومة غدا؟ هو ده السبب اللي هنعذرك عشانه يا ابيه؟ يا سلام، حضرتك بتغدى مع الدكتورة نور واحنا هنا ما دقناش لقمة؟ ما انا خلاص اعترفت بغلطتي، ربنا ما يجعلكوا حموات لحد ابدا. يلا يلا عشان تتغدوا. نتغدى؟ ومين هيجيله نفسي ياكل بعد اللي شفناه من الانتظار والقلق؟ انا هدخل اذاكر. واحنا يعني من امتى يا بيه كنا بنتغدى لوحدنا؟ انا داخله انام. استنوا بس، ده حتى الاكل يعني ما كانش طعم ولا حاجه، ده انا كلت كده بس مجامله ليها عشان يبقى اسمنا كلنا مع بعض. يلا يلا عشان تتغدوا يلا. يعني صحيح يا بيه هتاكل معانا؟ انا اقدر على زعل حبايبي الحلوين بس يلا. طب انا هسخن الاكل حالا. كوبايه الليمون كوبايه الليمون. خليك خليك انا هروح اجيبها. على فكره في موضوع لازم نشترك فيه كلنا. انا ردا على عزومه الدكتوره نوره ليا اضطريت ان اعزمها على الغدا هنا بعد بكره. عايزها عزومه تشرفني وتشرفكم يا بنات. انا طلبت من سلاموني بيه تبقى المقابله في الموقع بعد الظهر عشان تبان امر طبيعي ولا حدش يقول لك اني ولا مان. وانا كمان فهمتها وهي طايره. حملت عربيتين زلط وعربيه رمل وجيت معاهم كاني جايب نقله للشغل. وانا الوحيد اللي طلعت حمار فيكو وما فهمتش فايز عمال يلح عليا نرجع بعد الظهر ليه؟ قال ايه نراجع الرصيد الدفتري للعمليه قبل لجنه الجرح. اما انت عليك شويه لقم يا واد يا فايز. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا سيد فايز. كل ظرف فيه 200 جنيه. ودول بمناسبه ايه يا سلموني بيه؟ ما تاخذنيش، ده لا فيه عيد ولا فيه دخول مدارس. لكن عندي مشكله عايزكم تساعدوني بحلها. ابتدينا في اللي كنت خايف منه. يا راجل ما تستعجلش في الكلام. السلموني بيه له طلب صغير ما فيهوش اي غلط، لما تسمعه هتعرف ان ظنك سيء. اليومين دول المحاجر زحمه والشغل متلعبك حبتين، وانا بصراحه كده عايز اتوقف عن التوريد 15 يوم. لو اتوقفت من غير عذر المهندس هيعملها شغلانه ويبعتوا لي انذار بفسخ العقد والتشغيل يبقى على حسابي. ودي خوطه يابا خوطه، مصاريفها عاليه قوي وغراماتها كتير. الاوفى انكم تخدموني وتقولوا ان مفيش مكان للتشويه وتبعتوا تطلبوا مني ما وردش 15 يوم. الله، طب والشغل؟ وصب الخرسانه هنعمل فيه ايه؟ الله، شويه اعطال بسيطه ما تخسرش. اظن دي لو عملناها يا عبدو افندي لا نبقى زورنا ولا اختلسنا. نبقى كدبنا وخالفنا ضميرنا يا فايز افندي. يا ابو حماده يا ابو حماده كدبه بيضه ما تاذيش حد. يلا اتكل على الله واكتب المذكره. مذكره ايه؟ المذكرة اللي هترفعها للمهندس بصفتك مدير مخازن، تطلب فيها توقف السلموني بيه عن التوريد لعدم وجود أماكن للتشويه. أنا جبت كتاب من مدرسة التدبير عشان ننقي منه الأصناف اللي هنعملها. إذا كان على الأكل الألافرانكا، أنا جارتي في الدور الرابع جوزها بيشتغل طباخ في الكندا كبيرة قوي. هو زمانه خلص وردية وقاعد في البيت، أخطف رجل أنا لحد هناك أنقي منهم كام صنف كده ويعلمني طريقة عمايلهم وارجع على طول نسهر فيهم لحد ما نخلص. أنا بقى من رأيي إن إحنا نشتري الأكل جاهز من مطعم خواجاتي، يعرف مزاجهم إيه في الأكل. كلكم بتفكروا غلط. اللي زي دي زهقانة من الأكل الخواجاتي، هيبقى جديد بالنسبة لها أكلات نحل. مالها الملوخية بالأرانب والبصارة والطعمية؟ يا لهوي يا سهام، أنت عايزاها تقولي إن إحنا مستقلين بيها ولا إيه؟ بالعكس، هتشوفي انها هتقول اننا اكرمناها وعملنا لها اكل سمعت عنه وكان نفسها تاكله. يا سلام، ابقى تعبه نفسي من الصبح في الديك الرومي وتقولي لي بصاره وطعميه؟ عن اذنكم اما ابص عليه لا يتحرق. انتوا عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ اننا لما بنقابل خواجه بنطلع من جلدنا ونبقى عايزين نعمل اللي على كيفه هو، ما بنفضلش زي ما احنا ونقابله بطريقتنا. لو كنا احنا اللي رحنا لها ما كانتش هتفكر تعمل لنا اكل مصري، كانت هتاكلنا الاكل اللي هي بتاكله. ده انا ناسيه. ابتدينا حصه الفلسفه. انا هروح اسال الدكتور محمد هو اللي هيقول الكلمه المظبوط. وانا اروح اطلع الملوخيه واخرطها على ما تتفق. مش عايزاني اشوف دموعك ليه يا نوال؟ دموع؟ لا ابدا مفيش. تبقي مش عايزاني اسالك مالك؟ مش عايزه تقولي لاختك ايه اللي بيخليكي تعيطي؟
انت حتى لو فضفضتي هتستريح ويمكن تلاقيه سبب بسيط ما يستحقش الهم والدموع. لا مش بسيط يا سهام، بس انا اللي مش عاوزه اتكلم. خير يا نوال؟ اتكلمي يا حبيبتي، ووعدك ان اللي هتقولي هيفضل سر بينا. حمدي مسافر بكره، محمد طلب مني اخد اجازه من المدرسه بكره علشان اوجب العزوم، يعني مش هقدر اسلم على حمدي. وزي ما تقوليش لمحمد حاجه زي كده. ومين اللي يطبخ يا سهام؟ دي تضحيه ما حدش طلبها منك. انا شخصيا مش موافقه على تصرفك، ده خطيبك وهيسافر السنه بحالها. لو كنت انت محرجه اقول انا لمحمد. لا اوعى. انا كمان ما اقبلش انك ما تكونيش مبسوطه يا نواه. لا انا مبسوطه، دول ما محمد مبسوط انا مبسوطه. لا الفيلسوف عندها، انا موافق على رايها. انا بصراحه بقى لا بتعجبني فلسفه سهام ولا انت بتعجبني لما توافق على الفلسفه دي. مش اكلنا على الترابيزه، احنا اللي عازمينها مش هي اللي عازمانا. انت غلطان يا محمد، كنت ريح دماغك واعزمها بره بدل ما احنا قاعدين عمالين نضربها اخماسا في اسداس ونقول يا رب هتنبسط ولا لا. طيب وليه ما تنبسطش؟ عموما احنا هنعمل الواجب وزياده. ايوه بس الشارع بتاعنا قديم يا محمد، وعفش البيت ما بقاش مودرن، وهي برضو بيعجبها المناظر الخواجاتي. ايه رايك الصبح بدري ابعت اجيب استرجي لما العفش على الظهر يبقى قلصتا؟ يا اعتدال يا عدوله يا حبيبتي، هي لازم تحس انها دخلت بيت شرقي في ريحه الشرق في كل حاجه، رغم انه بيت على قد حاله لان كل اللي فيه بيحبوا بعض. وبعدين حضرتك بقى لازم تشرفين على الغدا. بلاش يا محمد بلاش توسعها عشان المصاريف، خليها على قدكوا كده عشان الاكل يبقى باين يعني. لا 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 ما تجيش، بلاش عشانك انت، عشان خاطر عبد الفتاح. ما هو حتى لو عزمت عبد الفتاح مش هيقدر يجي، اصل عندهم جرد اليومين دول وبيفضل طول النهار في الشغل. تكونش صدقت يا عبد ان احنا بنيجي بعد الظهر عشان نشتغل بجد؟ يا سيدي لو جات لك صخره اعملها بجميله. مدام بنيجي ما نوضب دفاتر العهده بدل لجنه الجري ما تعملينا فيها اماثل. على فكره السلاموني مستجدعك قوي في المذكره اللي انت كتبتها، مدير التنفيذ وافق ياجل له التوريد شهر بحال. جت معاه كده مع انه عمره ما وافق على التاجيل، ربنا عايز يبيض وشنا مع السلاموني. وهو كمان عنده نظر، صمم يتقل لك جيبك، بعت لك معايا كمان 100 جنيه. يا ده المصيبه السوداء، 100 جنيه كمان مصيبه سوداء؟ حد يقول على الفلوس مصيبه سودا يا عبده؟ ده انا لحد دلوقتي محتسب ال 200 جنيه اللي فاتوا، كل يوم اشيلهم من حته احطهم في حته، هعمل ايه في المية دي كمان؟ محتاس في ايه يا عبده؟ اياك محتاس مش عارف تصرفه. لا محتاس اقول ايه لام حماده لو سالتني الفلوس دي جبتها منين؟ مش عارف ارد عليها. انا ما شفتش في حياتي حد بيعمل حساب لمراته قدك يا عبده. اصلها اميره وبنت حلال، زي الجنيه الذهب ما تحبش الحال المايل، لو شكت الفلوس دي هتعمل لي مشكله كبيره. قول لها في شركه قطاع خاص مخازنها ملخبطه، اتفقوا معايا نظمها لهم بعد الظهر وهيدوني مرتب كويس قوي، وحط انت بقى مرتب يغطي الهلومه اللي هتيجي دي. ولو سالتني عن عنوان الشركه؟ انت متجوز ست ولا امين شرطه هيفتح لك محضر؟ اديها عنوان مكتب السلامون وهنبقى مفطمين، لو حد سال عليك يقول ايه؟ ربنا يقدرني واعرف اكدب على ام حماده، اصل احنا الاثنين عمرنا ما كدبنا على بعض ابدا. برضه واقفه تدوري على المفتاح؟ قاله عشان اتعرف على ضيوفك. الدكتوره نوره اظن انا كلمتك عنها وعن البحث اللي جت عشانها. طبعا اهلا بيكي بلدي كوبيتك، متشكره. الاستاذه مديحه محاميه، جيران العمر واخت وصديقه، وباين عليها ظريفه، جمال شرقي خالص. مين فينا اللي يتكلم عن جمال التاني بقى؟ على فكره الدكتور كان وصفك ليا، ودلوقتي بس عرفت انه ما بيعرفش يوصف، لانك اجمل بكتير قوي من اللي وصف. طيب احنا هنفضل واقفين كده على السلم؟ ما تيجوا ندخل، اصل اخواتي عازمينها على الغدا. امال يعني ما قلتوليش؟ ما اصل ما جاتش فرصه، بقول ايه ما تجيب الحاجه وندخل كلنا نتغدى سوا.
لا ما ينفعش كده على الطاير. لو سمحت لي الدكتورة المرة الجاية الغدا عندي. ما عنديش مانع. يلا احنا هنفضل واقفين، ما تتفضلوا تعالوا يلا. عن اذنك. اتفضلي. لما الفرح قال انك موجوده هنا ما صدقتش. اصلي اتغديت وحاولت انام ما قدرتش، فقلت اجي اخلص شويه مذكرات كان لازم يتكتب. مريحه انت متعوده تخلصي المذكرات في مواعيد المكتب، انت ما تعرفيش تكدبي. مالك؟ ابدا مش اكتر من اني قلقت فما قدرتش انام. برضو ده شيء غريب لانك من هواه النوم الظهر. زهقت من قعدة البيت فنزلت. وزهقانة من قعدة المكتب ونفسك تنزلي. عصبيتك هي اللي بتقول كده، أنت عصبية يا مديحة. أصل اكتشفت فجأة إن أنا بقالي مدة طويلة قوي ما استريحتش. حتى يوم الجمعة بشتغل فيه. حسيت إن أنا عايزة استريح. عايزة أخرج أتفسح. أعزم أتعزم على الغدا. تقدري تعملي كل ده؟ محدش فاضيلي ومش معقول هروح لوحدي. في اللي فاضي وتحت امرك وانت عارفه كويس. مفيش مره نتكلم في موضوع الا لو حضرتك بذكاء شديد تغير الكلام لموضوع الخطوبه. نفسي ابقى ذكيه زيك يا استاذ علوي. لا لا حلوه دي بقى. على فكره انا عمري ما ضحكت من قلبي زي النهارده. انت دمك خفيف جدا يا ابله، دمك خفيف موت. وانت كمان اطعم من عسل النحل يا سميره. واضح ان حضرتك مثقفه جدا. لزومها ايه حضرتك دي؟ احنا مش بقينا اصحاب. لا حقيقه يا دكتوره، انت قاريه في الادب والتاريخ زي اي تخصص. لان الادب والتاريخ بالذات هوايه عندي. ما هو المفروض كل انسان يبقى له هوايه بيمارسها في وقت فراغ، ولا ايه؟ انت عايزانا نصدق يعني ان انت مع الجهد الكبير اللي بتعمليه في ابحاثك عندك وقت فراغ؟ ده لو ما كانش لازم اوجده عشان اقدر على الاقل اواصل الشغل. انت هوايتك ايه يا سميره؟ لا سميره بقى هوايتها مذاكره دروس الثانويه العامه. بس اكيد عندها فترات راحه بتحب تعمل فيها حاجه. وانت يا نوال هوايتك ايه؟ انا نوال بقى عندها هوايه عظيمه جدا، تعز المطبخ وشغل البيت. ده برضه شغل. انا اقصد تحب تعمل ايه بعد ما تخلص شغل البيت؟ يعني عندك بنات مثلا تحب تطلع رحلات، تروح تحضر حفلات اوبرا، حفلات ديسكو. ايه؟ تحب تشربي قهوة؟ نورة، سميرة قصدي، قهوة. لا قهوة يا نوال. نورة مش لما خلص الشاي؟ تحبوا تروحوا حفلات ديسكو يا بنات؟ اصل البنات عندنا ما بيروحوش حتت زي دي يا نورة. ليه؟ الرقص عيب يا دكتورة، ما يصحش البنت تقف تتنطط وتتهز. الرقص فن له قواعد، مش هز وتنطيط، ده بالعكس ده رياضة. اصل انا شخصيا احب النوم بدري، وطبعا هما مش معقول هيروحوا حته زي دي لوحدهم. يروحوا لوحدهم ليه يا محمد؟ مش مفروض ليهم اصدقاء؟ نوره الوقت متاخر، تحبي اوصلك الاوتيل؟ اللي جايه من امريكا لوحدها تقدر ترجع الاوتيل لوحدها. صح يا نوال. عايز حاجه يا محمد؟ انا جاي اشكرك على التضحيه اللي انت عملتيها النهارده عشان ترضيني. انت طلعتينا كلنا مقصرين في حقك، بس انت احسن مني بقى ومن كل اخواتك. انا زعقت لسهام علشان ما نبهتنيش لما قلت لها. علشان ايه ده كل؟ كان لازم تفكرني ان النهارده ميعاد سفر حمدي وكنا كلنا نروح نودعه. طب والعزوم؟ هي كانت تتاجل. محمد انت تعجبك البنت اللي زي نوره؟ طبعا لا. لا ما انا لازم اعرف دلوقتي يا عدوله. انا تعبان وعايز انام. الصبح نتكلم. ايوه والصبح
تروح الشغل جاري عشان تلحق تمضي في الساعة. ما انا لازم اعرف دلوقتي انت جايب الفلوس دي منين. 300 جنيه يا لهوي، 300 جنيه مرة واحدة يا عبدو. هي الكحكة في ايد اليتيمة حاجة بقى يا حدولة؟ ده انت تستاهلي ألوفات يا ام حمادة. ايوه يا اخويا، كل بقى على حلاوة. ما انا لازم اعرف الفلوس دي انت جايبها منين. اصل ده سر وخايفة اقولهولك، ده الكلام يتمطور. اعوذ بالله، انت عملت حاجه غلط يا عبدو. استغفر الله، انا وش حاجه زي كده يا ام حماده؟ اقول لك وتوعدين ما تجيبيش سيره لحد. اوعدك بس قول وخلصني. شوف يا ستي، بقى في شركه قطاع خاص، شركه مقاولات برضو، مخازنها بايظه، ولما شافوا شغلي بقى وعرفوا ان انا عبقري مخازن طلبوني اشتغل عندهم بعد الظهر، وهيدوني مكافاه في الشهر 150 جنيه، وعشان يشجعوني اكتر ادوني مرتب شهرين مقدم. عليك يا عبد، وقعت قلبي. وماله يا اخويا، الشغل رزق والرزق يحب الخفيه. مش انا قلت لك كده من الاول؟ شوف لما دورت على شغل بعد الظهر ربنا فتح علينا ازاي. بس مش تعب عليك يا عبد؟ اي تعب يهون عشان خاطر عيونك وعيون الولاد يا ام حماده. ربنا يخليك ليا يا عبد. يعني بتحبيني؟ مش هتزعلي مني بعد كده؟ ودي عايزه سؤال يا راجل. روح روح، ربنا يكرمك ويفتح في وشك كل البيبان المقفله. انا هروح اجيب لك كوبايه لبن تشربها قبل ما تنام. خضتني. استمارات المدينه الجامعيه اهي، انا مضيتها. برافو عليك، أول مرة تعمل تصرف هبقى سعيدة بيه. عايزك بقى كمان تقدم على طلب صرفة من بنك الطلب. كمان؟ أيوة، عايزك تبقى كويس وانت بين زمايلك في المدينة، وأنا حاسة إن ناقصك حاجات كتير لازم تكون عندك. حاضر يا سام. عايزة حاجة تاني؟ عايزة، بس لسه ما جاش وقتها. أيوة. يعني حاجات كده ما تهمكيش يا حبيبتي. ما تهمنيش ازاي بقى يا حبيبي؟ مش انت اللي جايبها، لازم تكون بتهمني. احس بقى ان ربنا فرجها ووسع علينا، واشتغلت في شركه جديده وبقى مرتبي 400 دولار. كان في كتاب نفسي اشتريه، لقيت بقى اني ممكن اشتريه. تصوري كتاب 31 جزء عن تاريخ الحضاره. هو بكام بقى الكتاب ابو 30 جزء ده يا مراد؟ لا ما انا خدته بتقسيط، هدفع كل شهر 10 جنيه على 10 شهور، اصلا انا زبون قديم عند صاحب المكتبه من ايام الجامعه. يعني شويه الورق دولت ب 100 جنيه؟ مش حرام عليك يا مراد؟ مش حرام ده؟ طب كنا نشتري بيهم حاجه مفيده. الله، وكتاب زي ده مش مفيد يا رجاء؟ لا طبعا، بالنسبه لتامن ده ما بقاش مفيد. لولا العيب ده فيكي كنت بقيتي احسن زوجه في الدنيا. يعني يا حبيبي لو كنت انا شريت حاجه خاصه ليا انا بال 100 جنيه دولت، مش كنت انت زعلت؟ يا رجاء الانسان لازم يقرا، لازم يثقف ويطور نفسه، والا هيبقى عقله جامد محلك سر. ما كتير متخرجين من الجامعه ما بيقولوش زيك كده ليه؟ وهي دي المأساة، لان في ناس بعد شهاده جامعيه بيبطلوا قرايه ويا دوب بيقروا جرايد. غلط يا رجاء غلط. الغلط اللي انت عملته يا استاذ. هروح احضر لك العشاء. لا لا لا، انا مش هاكل دلوقتي، هبدا فورا نقرا في الجزء الاول. انا غلطانه اني استنيتك على العشاء. طب والله ما انا واكله. رحت حفلات ديسكو يا ليلى؟ طب قولي الحمد لله على السلامه الاول بعد كام يوم اللي غبتهم عن الدراسه. جاوبيني الاول، رحتي الديسكو؟ اشمعنى الصبح كده؟ اصل امبارح كان عندنا واحده زميله ابي محمد دكتوره خواجاي، بس ايه تجنن يا ليلى، طعمت ايه وشيكت ايه، وفوق ده كله سبور سبور قوي. وعرفتوا تتكلموا معاها بالانجليزي؟ لا هي بتتكلم عربي كمان. قعدت تتكلم عن الديسكو كلام يجنن. رحتي الديسكو يا ليلى كتير؟ تيجي معايا، انا رايحه بكره. لا انا مش ناقصه مشاكل مع ابي محمد. وايه بس اللي هيعرف ابي محمد الا اذا كنا بقى هنعمل اعلان في الجورنال؟ يا بنتي مش الحفلات دي بتسهر، عايزاني ازاي بقى اسهر لحد نص الليل بره البيت؟ مش لازم تسهري، في حفلات متيني من 6 لـ 9. مديحه، عيد ميلاد صافي بعد يومين، ان شاء الله هتحضري. هنعمل حفله صغيره يا دوب العيله وبعض الاصدقاء القريبين. طبعا كان نفسي احضر، بس يعني ماما اصلا بتتخض عليا قوي لما بتاخر بره لوحدي، وعشان عيانه ما برضاش اضايقها. بس ده مش معناه ان انا بتهرب من هديه صافي. هديه عيد ميلاد صافي انك تحضر الحفله،
اما عن ماما فانا هاخد لك منها اذن واجي اخدك بنفسي وارجعك بنفسي. فرصه فرصه تغيري الجو وتشوفي ناس غير الناس. انت مش تقولي نفسك تتفسحي؟ طبعا، بس يعني انا اصلي هبقى لوحدي ومحرجه، انا ما اعرفش حد منهم خالص. تعرفي صافي وتعرفين؟ مش قصدي، بس يعني ما تحاوليش، لو ما جيتيش مفيش حفل. يا سلام، للدرجه دي؟ ده انا ما شفت صفا الا مرتين بس، وهنا في المكتب وبسرعه. اصل ما عندكيش فكره صافي بتحبك قد ايه. على فكره انا عايزك تعزمي الدكتور محمد واخواته البنات بالنيابه عني. محمد؟ ايه المناسبه؟ اصل ما عندكيش فكره انا معجب بشخصيته قد ايه، واحب اشوف واسهر معاه. انا اقول له ان حضرتك عازمه. اظن بقى مالكيش حجه تهربي بيها. قلت ايه؟ اذا كان محمد هيجي هو واخواته هاجي معاهم طبعا. طب انا اعرف عيله منين بس يا مديحه عشان اروح عيد ميلاد اخته؟ وانت هتروح تقعد مع عيله يا محمد؟ انا بس بعرض عليك وهي فرصه تخرج البنات. طب بس انا هخرجهم في حفله زي دي، ايش عرفني الحفله دي فيها يا مديحه؟ ايا كان اللي فيها احنا مالنا ومال الناس، هي فرصه نقعد مع بعض الا اذا كنت مش عايزنا نقعد مع بعض. لا يعني، طب ممكن تديني فرصه افكر؟ انا كنت فاكره انها فرصه تخليك توافق من غير تفكير. طيب معلش يا مديحه ناجل كلام في الموضوع ده، لاني بصراحه مستعجل ويا دوب اغير هدومي. مشوار مهم يعني؟ معلش ناجل كلام في الموضوع ده لبعدين. معلش عن اذنك. شغل وابحاث ومرضى تكشف عليهم يا محمد. اجازتك الاسبوعيه ملهاش علاقه لا بشغلك ولا بالجو اللي انت عايش فيه. انا باخد اجازه بس بقضيها راحه تامه في البيت، يعني اقرا جرانين، انام، اقعد اتفرج على التلفزيون مع اخواتي البنات، حتى دقني بريحها وما احلقهاش. ومين قال ان دي راحه وان الكسل ده يبقى اجازه؟ انت لازم تخرج يا محمد، لازم تخرج اخواتك ان شاء الله حتى تتمشوا على كورنيش النيل. اجرب؟ لازم تجرب. انا طبعا مقتنع بكلامك ده نوره، بدليل ان انا معاكي هنا في التراس بتاع الاوتيل، بس هي المشكله في اخوات البنات، وايه هي الاماكن المحترمه اللي ممكن انهم يرتدوها؟ وليه ما تسيبهمش ينطلقوا لوحديهم يخرجوا ويتفسحوا؟ لازم يعتمدوا على نفسهم من غير وصايا منك. ايوه بس وسائل الانحراف دلوقتي كتيره يا نوره، ومهما كان دول بنات ومسؤوليه في رقبتي لازم احافظ عليها. امال هيعرفوا الحياه ازاي؟ لازم يعيشوها ويجربوها. انت لازم تديهم الثقه بنفسهم عشان يقدروا يحافظوا على نفسهم. شايف البنت اللي في المركب ده؟ اي مش في سن سميره برضو؟ سميره اختي. اي يعني يا ترى اهلها عارفين انها بتتفسح في مركب؟ لا طبعا مش عارفين، ولو عرفوا ما كانوش هيوافقوا. وما يوافقوش ليه؟ لانه تصرف غلط. ايوه، وعشان هي عارفه انهم مش هيوافقوا خرجت من وراهم زي ما انت شايف كده، وده رأيي اللي انت رفضته من شوية. قولي يا محمد، لو كانت سميرة كنت هتوافق؟ لا لا، سميرة اختي ما تعملش حاجة زي كده. ولو عمل؟ ده انا كنت اقطع مرقبتها. وده الحل في رأيك؟ يا نورة، انت ساعات بيبقى لك وجهة نظر مختلفة خالص عن مجتمعنا احنا وتقاليدنا وعاداتنا. احنا عندنا لو البنت عملت تصرف غلط من وراء اخوها واخوها عرف، على طول اول ما اخوها يتكلم معاها توعده انها لا يمكن تعمل حاجة زي كده تاني، وتأكد انها لا يمكن هتعمل حاجه زي كده تاني. انا عارف محمد، انت بتتكلم على حد معين؟ انا بتكلم بشكل عام، انا بتكلم عن تصرف عام. انا هتاخر على المستوصف. انت بتقول حاجه يا محمد؟ انا بقول شكلك عايزه تنامي. انام واسيب منظر الغروب الجميل ده لمين؟ انت شكلك عايز تنام. لا هو انا الحقيقه رغم اني متعود على النوم بعد الظهر، واليوم اللي ما نامش فيه بعد الظهر احس اني متوتر وتعبان، بس الحقيقه النهارده حاسس كده اني يقظ وعندي طاقه اشتغل شغل متصل. ده لانك غيرت البروجرام العادي لحياتك بس.
عرفتك تضحكي ليه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ اللي عارفه طريقه تفكيرك لازم تكون عارفه بتضحكي ليه. راجل كبير في السن ده بيرقص مع بنت في سن ولاده. واحنا مالي؟ هو مش مبسوط كده؟ لا مبسوط ده ايه؟ افرضي حد معرفته شافه وهو بيهبل الهبل ده مش هتبقى فضيحه؟ لو ما كانش تجاوز طريقه تفكيرك ما كانش نزل للبيست وراه. واحد عايش حياته بيستمتع بيها بالطريقه اللي انت شايفها مش بالطريقه اللي بتعجبنا احنا. بالعكس بقى ايه رايك انه انسان ناضج؟ ولو انا رافض تصرفه مهما حاولت تدافع عنه او تبرريه مش هقدر ابدا. يستاهل. رايح فين؟ اكشف عليه. الراجل اكيد جات له ازمه قلبيه. واحنا مالنا؟ في ناس مسؤوله عنه ممكن تجيب له الاسعاف. لا طالما احنا موجودين في المكان يبقى برضه واجبي انه يحتم عليا ان انا اكشف عليه. ده لو انت في الشغل، انما احنا هنا بنتفسح وفي ناس غيرنا في الشغل. احنا نكمل فسحتنا والناس بقى اللي في الشغل هي اللي ممكن تكشف عليه. اقعد. يموتك يا مجرم. يموتك يا سحر. يموتك يا مجرم. مش هسيبها المرة دي الا لما اخلص عليها. مش معقول كده. مش معقول. حفل الديسكو يا مجرمة يا كلبة. حفل الديسكو. لسه ما خلصناش من الموضوع الاولاني. تعمل لي كارثة جديدة. المرة دي سميرة مش غلطانة لوحدها يا محمد. سميرة لسه صغيرة. انبهرت بكلام نورة واسلوبها. حبت تجرب الديسكو اللي كلمتهم عنه ده. ما تحاوليش تمتص غضبي على سميرة بانك تهاجمي نورة يا مديحة. كان لازم تختار المواضيع اللي تتكلم فيها نورة مع البنات. يعني هعمل لها جدول للزيارة والكلام؟ لا بس كان لازم توقف اي كلام ممكن يضر البنات ويأثر على تفكيرهم. لان هنا لنا عاداتنا وتقاليدنا وبره حاجة تانية. طلعتيني انا اللي غلطان وسميرة تاخد مكافأة على غلطها. طبعا سميرة غلطانة ولازم تتعاقب. بس مش بالضرب. لازم حد يفهمها الفرق بين المجتمعين وبالراحة. يا مديحة هو أنا لاقي وقت عشان ممكن تسيب لنا الموضوع ده؟ يا ريت يا مديحة. أنا خلاص البنت دي ما بقتش طايقة أشوفها. أنا هاخد سميرة البيت عندي النهاردة. تصبح على خير. وانت من أهل مديحة. محمد من امتى انت كمان بتروح حفلات ديسكو؟